عليكم اخوتي واخواتي. بالنسبه للحلقه ديال اليوم غادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال الرفيسه المغربيه بطريقه ناجحه وراقيه في نفس الوقت. وبالنسبه للمقادير عندي هنا ثلاثه ديال، المهم غادي ندوزو مرحله بمرحله، ما غاديش نذكروا المقادير كاملين راح تكثر. عندي هنا ثلاثه ديال الدجاجات، غادي تكون فيهم ديك كيلو 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 تقريبا، من الاحسن تاخذوا دجاج صغير ما يكونش كبير. عندي هنايا التوابل اللي غادي نستعمل باش غادي نشرملو الدجاج. عندي هنا السكنجبير، خرقوم بزيت، شويه ديال البزار، التحميره، شويه ديال الملح، شويه ديال المساخن، وعندي هنايا شويه ديال السمن وشويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الماء. على بركه الله غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. السلام عليكم خوتي، انا رجعت لكم بعد ما شرملنا الدجاج. كما وريتكم من قبل وريتكم دوك التوابل، انا خلطتهم مع شويه ديال الماء وشويه ديال زيت الزيتون وشرملت بهم الدجاج، وشرملت بهم داك الدجاج ديالنا وحزمته. من الاحسن تحزموه راه ما كيجيش الشكل ديالو زوين، كيجي مفرق رجليه الا حطيناه في الطبق. من الاحسن تجمعوا ليه رجليه. دابا غادي ندوزو باش نصبوا المرقه. عندنا هنايا واحد جوج بصلات قطعتهم رقيق، الثومه، شويه ديال العدس وشويه ديال الفول، وعندي هنايا شويه ديال القزبر، حزمه ديال القزبر. عندي هنايا شويه ديال العواد ديال القرفه وشويه ديال المساخن. ودابا على بركه الله غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. في الطنجره ديال الضغط غادي ندير واحد البصله والثومه غادي نقليهم واحد شويه. غادي نزيد شويه ديال المساخن، يمكن لكم تستغناو عندهم او تستغناو عليهم. عندي هنايا العواد ديال القرفه واحد ما ديال القزبر، غادي نحركو كلشي. بعد ما تقلات البصله دابا غادي نسفو الدجاج ديالنا. غادي نقليه واحد شويه ونمرقوه ونسدو عليه الكوكو. بعد ما كنقليو الدجاج كنزيدو الماء كنمرقوه بالماء مزيان. انا هنا عندي دجاج صغير غادي نحسب ليه 10 دقائق وغادي نحيدو ونرجع باش نكملو الطريقه ديال التحضير. السلام عليكم خوتي، بعد ما نصبنا الدجاج دابا غادي نجيو نهضروا على تريد اولا داك المسمن باش كن طيبو. انا هنا سبق لي حضرتو. بالنسبه للمقادير ديالو كديرو جوج زلافات ديال الدقيق وكديرو لي زلافه ديال الحر، شويه ديال الملح وكتعجنوه مزيان مزيان، كديرو منه كويرات كتخليهم يرتاحوا وكطيبوهم. كتلقوا كل وحده وحده بوحده وكتلوحوها في المقله مع شويه ديال الزيت، كتلوحوا وحده فوق وحده فوق وحده. الطريقه راه بسيطه وكلشي كيديرها، اللي ما كيعرفش يقدر يدير مسمن عادي ويورق ويقطع بالنسبه للمبتدئات. وبالنسبه للناس اللي باغيين يديروا الطريقه يمكن لهم يديروها، يطيبوه منين يديروا وحده فوق وحده فوق وحده فوق وحده ويحيدوا ديك الكميه، يبداو يفرقوا عاوتاني وحده بوحده ويعاودوا يطيبوها باش ما تبقاش فيه العجينه. دابا هذا غادي نديوه يتفور. بعد ما كيكون قطعته بالمقص على الشكل هذا، يمكن لكم تقطعوه على الشكل العادي اللي كيتقطع به. ودابا غادي يتفور، ومن بعد منين توجد المرقه ان شاء الله غادي ندوزو باش نسقيوه. بعد ما خوتي طاب الدجاج ديالنا كيجي بهذا الشكل هذا، كنحيدوه من الكوكوط. ودابا غادي ندوزو باش نكملو الطريقه ديال التحضير. حنا دابا رجعنا للطنجره ديالنا بعد ما حيدنا داك الدجاج، غادي نزيدو العدس وغادي نزيدو الفول. غادي نزيدو باقي واحد يطرو ديال الماء وغادي نخليوه يطيب حتى يطيب مزيان داك العدس وداك الفول، ونرجع باش نكملو الطريقه ديال التحضير. وكنسدو الكوكوط ضروري باش يلاه يطيب مزيان. بالنسبه خوتي للدجاج انا غادي ندهنو بشويه ديال الزبده وشويه ديال الزعفران، غادي ندهنو مزيان وغادي ندخلو الفران يتحمر. يلا غادي يوجد بين ما طاب الفول. السلام عليكم خوتي، بعد ما طابت المرقه ديالنا دابا انا هنا راني فورت
تريد كما كتشوفوا، راني في وورد تريد وكديسو في التبصيل. هنا هو الدجاج ديالنا كما كتشوفوا، حمرته في الفران بالطريقه اللي وريتكم في الاول. هنا عندي داكشي باش غادي نزين، عندي هنا شويه ديال المشماش اللي عسلته، درت ليه القرقاع والتمر كذلك القرقاع، وعندي هنا شويه ديال اللوز. هنا عندي شويه ديال البيض مسلوق، وعندي اللوز ايفيلي اللي غادي نديرو التزيين. دابا غادي نتسنى على المرقه تعاود تغلى، ريحه بردات، وندوزو باش نزينو الطبق ديالنا. دابا على بركه الله غادي نسقيو تريد. غادي نسقيوها من الفوق باش نثبتوه، باش نثبتو الدجاج. ضروري خاصو يتسقى مزيان باش يجي رطب. دابا غادي نثبتو الدجاج. السلام عليكم خوتي واخواتي، هذا هو الشكل النهائي ديال الرفيسه ديالنا. كتجي بهذا الشكل هذا بعد ما كنزينوها، هانتوما كما كتشوفوا كنطبوكسو على واحد شويه تجي راقيه الا كنا غنقدموها للضياف. نتمنى تكون عجبتكم الحلقه ديال اليوم. كتسقيو المسمن مزيان باش يجي مسقي، وكتزينو على حسب الطريقه كل واحد والتزيين ديالو. انا عجبني هذا التزيين هذا ودرتو. نتمنى تعجبكم الحلقه ديال اليوم.